السلام عليكم أعزائي الطلبة، طبعا أرحب بكم في اليونت السادس. اليونت السادس عندنا هنا يونت 6. أوكي، ليتس كوك، لنطبخ. طبعا هذا اللي سمعتوه، أنا ما كنت أعيد لكم إياه مرة ثانية. تقدر تستمع للفيديو مرة ثانية. عندك بيك، جريت، سبريد، ووش، أد، سلايس، ميكس، بيل. أوكي، كلهن ترجمتهن وموجودات، تقدر ترجع للصوت. طيب ننتقل للصفحة الأخرى. يقول لي تيك أشر الأجوبة الصحيحة. إيش عندك هنا؟ سلايسد اونيونز، طبعا هي هاي الصورة راح نشوفها. سلايسد اونيونز، لو سلايسد توميتوز. اوكي، هي لا، سلايد، سلايس، سلايسد، سلايسد اونيونز. اوكي، سلايسد اونيونز. زين، جريتد كاروتس، لو جريتد تشيز، لا هو جريتد تشيز، جريتد تشيز. بيلد اورنج، بيلد اورنج، لو بيلد potato، لا هو peeled orange. زين، oil لو pepper، لا هو oil، oil. flat bread لو pizza، لا هو flat bread. fruit لو vegetables، لا هي vegetables، هي vegetables. طيب انزل جوا، وصل الفعل للعبارة. spread، spread ensure the butter on the bread، ensure الزبدة على الخبز. peel قشر the onions and the potatoes، قشر البصل والبطاطا. طبعا هاي الأرقام أعزائي أنتوا سووها. هسه هذا جاي وين؟ هذه جاي على رقم 2، رقم 1، يعني هاي راح تكون رقم 1. ماشي أعزائي، هاي راح تكون رقم 1، أنت تقدر تسويها، سهلة كلش. add أضف some oil، أضف بعض الزيت. wash the vegetables، أغسل الخضروات. slice قطع onions and tomatoes. grate قشر the cheese، قشر الجبنة. bake أطبخ in the oven، أطبخ بالفرن. mix أخلط everything together، أخلط كل شيء معنا. زين، عندنا make it yourself، اصنعه بنفسك. اوكي، listen to باسم and هبه. اوكي، هسه ايش عندنا هنا؟ يقول لي this is a recipe، هذه وصفه for easy flat bread pizza، لبيتزا تكون بخبز، هذا يكون عاده دائري. you can make it yourself، تستطيع ان تصنعه بنفسك. it's delicious، انها لذيذه. these are the ingredients، هذه هي المحتويات. you need المكونات اللي انت تحتاجها. remember that you must ask your parents، تذكر انك يجب ان تسأل والديك قبل ان تطبخ اي شيء او تستعمل السكاكين. اوكي يا اعزائي، طبعا اعزائي استمعنا للملف الصوتي واللي هو بشنو كان. طبعا هاي قريت لكم اياها وترجمت لكم اياها. عندك جوا شنو؟ هاي ايزي فلات بريد بيتزا، هذه البيتزا، بيتزا اللي على شكل الخبز الدائري، سهلة التحضير. cooking time وقت الطبخ، طبخها من 10 إلى 15 دقيقة. ingredients هاي المكونات، ناسي يعني الآن. المهم half or one for each person، نص يعني نص منها، نص أو واحد كامل أشبه بالرغيف لكل شخص. هاي المكونات طبعا اللي استمعتوا إلها، طبعا grated cheese، peeled and sliced sliced onions، sliced tomatoes، green or black olives، oil. okay if you like، يقول إذا تحب تستطيع أن تضيف البيبر، garlic، herbs. okay زين، هنا طبعا استمعنا للف الثاني، instructions التعليمات. brush the flat bread، يعني خلينا نقول غمس أو خلي هاي العجينه مال الاشبه بالرغيف مال البيش، تخليها بالزيت. وبيك ان ذا اوفن، يعني شلون الخبزه عندنا اشبه بالعجينه، الخبزه شلون الصمونه، تخليها وين؟ بالاوفن، بالفرن، لثلاثة او خمس دقائق. وبعدين طلعها منين؟ من الفرن. ثلاثه جريت ذا تشيز، قشر الجبن ووزع الجبن المقشر على هاي الخبزه. اوكي زين، بيل قشر وقطع البصل بشكل رقيق thinly. wash the tomatoes، واغسل الطماطة وقطعها thinly بصورة رقيقة، وضعها على أعلى التشيز، على أعلى الجبنة. cut some green
أقطع بعض الأوليفز الزيتون الأخضر أو الأسود in half بالنص تخليه or and put them وضعها the top على أعلى الجبنة والطماطة. If you like إذا تحب تستطيع أن تضيف شنو some peeled and sliced garlic ثوم مقشر ومقطع some pepper بعض الفلفل some fresh herbs بعض الخضروات خضروات إحنا نقول الطازجة. Put the flat bread back رجعها للأوفن لمدة 3 إلى 5 دقائق و watch it carefully وراقبها بدقة بعناية عندما تصير حمراء بنية جوزية يعني هذا اللون اللي يصير طلعها من الفرن immediately بحالا serve to your family قدمها إلى عائلتك وأصدقائك واستمتع بهاي البيتزا الدائرية الشكل يعني استخدم هاي بالاستخدم هاي الأفعال لإكمال التعليمات هاي واش يغسل سيرف يقدم كات يقطع سبريد ينشر اد يضيف بيل يقشر بيك يطبخ وجريت يقشر اوكي اعزائي لحد هنا صفحة 77 اتوقف والتقيكم في درس قادم والى اللقاء.